زلاتان إبراهيموفيتش من أمهر لاعبي كرة القدم على مستوى العالم، وأنا شخصياً بحبه جداً. وهو كبراند وصل للعالمية من ظروف حرب وجوع وفقر وشتات. زلاتان براند أوريجينال حقيقي وطبيعي جداً، وبالفطرة كمان. لما جه يحترف كرة القدم كان هو نفسه المثل الأعلى لنفسه. ما قالش أنا عايز أكون ميسي ولا رونالدو ولا بيلي ولا مارادونا. كان حاطط هدف واحد بس قدامه، أنا هكون الأول وأنا بلعب عشان أكسب. واشتغل على نفسه كتير، وكان هو أهم فان لنفسه وأول واحد صادق مع نفسه، صدقها وشجعها، وكان بيسقف لنفسه وهو اللي بيطبطب عليها ويحبها ويقومها لما تغلط. ومن أهم الدروس المستفادة من تجربته وذكرها في كتابه هو: كن نفسك ولا تكن غيرك، وما تقارنش نفسك بحد، وإن النجاح في عالمه مش زي ما الناس فاكرة شوية مهارات وتقنيات مبهرة أو في ريسيبي أو مقادير. لأ، إيمانك بنفسك واحتوائها وتحديد أهدافك وتفردك هو من يصنعك كبراند. وأهم من ده كله هو تقبلك لنفسك بكل ما فيها، وعدم الحكم عليها وتدميرها وتأنبها. كلنا بنغلط، بس الشاطر اللي بيتعلم ويكمل. اسمعوا آخر حديث لإبراهيموفيتش مع بيرس مورغان في Uncensored، وهسيب لكم اللينك بتاعته في أول كومنت، هتستفيدوا كتير. من خبرتي وشغلي والمرحلة اللي بعيشها في حياتي حاليا، أنا بأكد على كلامه وعلى إن النجاح في أي مجال مش بس في الفوتبول ملوش وصفة ومقادير الكل بيمشوا عليها. وتوصلت إلى أننا كان مضحوك علينا بجد بخرافة اسمها منافسة السوق، اللي تسببت في فساد وفشل الكثير والكثير، لأنهم من كتر ما شغلوا نفسهم بغيرهم وبالمقارنات والندية نسيوا أهدافهم وتشتتوا وضاعوا. وكمان اتسببت ان في براندات واسماء وعلامات وشركات بدأت بدايات جيدة جدا ولكنها اختفت. التنافسية الشديدة دي وصلت الناس للاستسهال، وفي احيان كتير للسرقة، من سرقة الافكار وتعيين الجواسيس لنقل اخبار المنافسين، وكمان النسخ واللصق والتقليد. واللي اخترع الفكرة دي اصلا عبقري شرير، وواضح ان الشيطان صديقه الصدوق، لأنه شغل الناس بطريقة وهمية للنجاح والتطبيق، وحطها شرط من شروط اللعبة، فانشغل الناس بغيرهم بدل ما يركزوا على نفسهم، وفي الآخر هو اللي سبق وأكل النبأ. والأدلة على أن كل ما فيه نفع ونية صادقة لتحقيق أهداف سامية بينجح وبيبقى حتى لو في مجال واحد كتير جدا. شوف مثلا كم البراندات ومصانع الملابس وكم السلع الاستهلاكية من أكل وشرب الموجودين في العالم، كم المطاعم اللي ممكن تكون بتقدم نفس الكويزين. تفتكر لو كل دول انشغلوا ببعضهم رغم تواجدهم في نفس المجال، إيه اللي كان ممكن يحصل؟ يا سيدي ويا سيدتي، لو ما اختلفت الأذواق لبارت السلع، والكل واحد له رزقه. عشان كده ركز على نفسك واسمع كلام زلاتان: and be yourself or just be you، واكتشف أهدافك، وما تفقدش تركيزك وتشتت ذهنك بالتركيز على غيرك ومقارنة نفسك بيهم، وتقع في المطب ده وتضيع وقتك وعمرك على سراب. انت كفاية، ولما تركز على نفسك وتكتشف أهدافك ورسالتك هتكون حقيقي ومتفرد ومختلف، لأنك أصلا مخلوق مختلف وبنورك الخاص بيك. ما عليك إلا تحديد الهدف واكتشاف مواهبك والأخذ بالأسباب. الخلاصة: كل الناجحين يعملون في صمت ومن غير دوشة، ولا ينشغلون بمنافسيهم ومقارنات غير مجدية، مع علمهم أن ربنا خلق مليارات من البشر وهيخلق زيهم لسه، ومفيش ولا حد فيهم حتى اللي من أصلابهم عنده نفس بصمات العين والأصابع والأذن. استنوني في الخرافة اللي جايه.